سلسلة غارات أو جولة ثانية من الغارات استهدفت مناطق واسعة من جنوب لبنان قبل حوالي ساعة من الآن، وعلى مدى حوالي 40 دقيقة الغارات الإسرائيلية استهدفت نفس المناطق تقريبا التي استهدفتها سلسلة الغارات الأولى التي ضربت عدة مناطق في جنوب لبنان خلال ساعات ما بعد الظهر في جبل الريحان ومحيطه، في إقليم التفاح ومحيطه، في قضاء صور، وأيضا في النبطي وصولا إلى الزهراء في صيدا. هذه المناطق كلها عادت وشنت الطيران الغرب الحربي الإسرائيلي خلال هذا المساء أيضا سلسلة من الغارات العنيفة على تلك البلدات والقرى، وشهدت هذه المناطق غارات حربية كبيرة عليها. هذه الجولة الأولى يرى يمكن القول بأنه وبحسب وزارة الصحة اللبنانية سقط ثلاثة جرحى، واحد منهم بحالة خطيرة، لكن الغارات المسائية لم يرد حتى هذه الساعة أي أخبار عن سقوط إصابات جرائها. في هذه الأثناء وبحسب المعلومات المتداولة الطيران الحربي الإسرائيلي ما زال يحلق في عدد من القرى الجنوبية وصولا إلى بيروت. بحسب المعلومات هنا في القطاع الشرقي يغيب الطيران الحربي الإسرائيلي، قبل قليل كان الطيران المسير في سماء هذه المنطقة التي شهدت أيضا سلسلة عنيفة من الغارات، ربما هي الأوسع التي تشهدها المنطقة الجنوبية اليوم خلال ساعات ما بعد الظهر، وأيضا إذا ما أضفنا إليها الغارات التي استهدفت هذه المنطقة مساء ربما نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 200 غارة حربية استهدفت تلك المناطق اليوم، وأيضا وصلت إلى عمق الجنوب اللبناني بعمق حوالي 30 كيلومتر إلى إقليم التفاح، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع مفتوحة وحرجية وأودية معروف بأنها يصعب الوصول إليها أولا، وهي مناطق حرشية وأودية. أحدثت هذه الغارات عدد من الحرائق في عدد من البلدات، نذكر منها الخردلي مجرى نهر الليطاني ومنطقة الخردلي حيث نشب حريق هناك، وأيضا في وادي برغز نشب حريق أيضا. عملت فرق الإسعاف على إطفاء هذه الحرائق في القرى التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية، لكن يرى خلال أو بعد هذه الغارات في الجولة الأولى كانت صليات الصواريخ من قبل حزب الله تستهدف مواقع وثكنات عسكرية في الجولان السوري المحتل وأيضا في أصبع الجليل والجليل الغربي، وأيضا بعد تنفيذ الغارات المسائية هناك معلومات عن سرب من المسيرات التابعة لحزب الله تخترق الحدود باتجاه أيضا مواقع إسرائيلية في الجهة المقابلة. إذن هذه الغارات كلها والتي يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يضرب منصات صواريخ تابعة لحزب الله أو مخازن أسلحة لم تثني حزب الله ولم تمنعه من القيام بهجمات على الثكنات العسكرية، وخصوصا في الجولان السوري المحتل وأيضا في بيت هلل وفي كريات شمونة وأيضا في مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في الجليل. هذه العمليات هي حتى هذه الساعة 11 عملية أعلن عنها حزب الله ببيانات رسمية متتالية. أعلن اليوم أيضا حزب الله عن سقوط أحد عناصره الذي جرح خلال الأيام الماضية في خلال الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على أجهزة البيجر وعلى الأجهزة اللاسلكية التي يحملها عناصر حزب الله، وما زال التصعيد مستمر على هذه الجبهة الجنوبية. ربما هذا اليوم هو الأعنف منذ أيام من لجهة الاعتداءات الإسرائيلية وبالتحديد الغارات الحربية التي لم تتوقف خلال ساعات ما بعد الظهر وأيضا خلال ساعات المساء يارا، ونحن نرصد تطور هذا الوضع على الحدود الجنوبية، خاصة وأن الطائرات الحربية والغارات امتدت إلى عمق الجنوب اللبناني بعدما طالت يوم أمس الضاحية الجنوبية في بيروت، وأيضا خلال الأيام الماضية استهدفت الأجهزة التي يحملها عناصر حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية في البقاع وأيضا حنان في أهالي جنوب لبنان. إذا نحن نشهد على الحدودية تصاعد في وتيرة هذه العمليات القرى نعم في جنوب لبنان، خصوصا القرى الحدودية. هل ما زال في هذه القرى أهالي يعني يقطنون في بيوتهم حتى اللحظة؟
القرى الأمامية خالية من ساكنيها، القرى الأمامية تقريبا المستهدفة بشكل يومي من قبل الطيران الحربي أو المدفعية الإسرائيلية، أهلها تم تركها خلال الأشهر الماضية، لكن نحن نتحدث عن القرى الخلفية التي ما زال أهلها يعيشون هنا، لم يتركوا هذه القرى، لكن القرى الأمامية هي التي نزح أهلها منها. نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 نازح من القرى الحدودية المتخمة تماما للحدود مع فلسطين المحتلة يارا، لكن القرى الخلفية ما زال أهلها يسكنونها، وهناك نازحون أيضا لجأوا إلى هذه القرى بحثا عن مناطق آمنة بعيدا عن المواقع المتخمة تماما والمواقع الإسرائيلية المتواجدة على الحدود الجنوبية. ربما أذكر هنا بلدة بلاط أو بلدة دبين التي يوجد فيها عدد من النازحين، من بلدة الخيام على سبيل المثال. هذه القرى تؤوي بعض العائلات التي هربت من القرى التي تستهدف بشكل يومي في القرى الأمامية الحدودية إلى القرى الخلفية، وهناك أيضا عدد كبير من العائلات الذي نزح إلى قضاء النبطية على سبيل المثال، وهناك أيضا أعداد كبيرة نزحت إلى بيروت ومناطق أخرى لبنانية. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان حنان عيسى مراسلة الرد، شكرا لك.